طيب فيما يتعلق بموقف حماس، هل نقدر نقول انه تغير نوعي في موقف حماس؟ لان في النهايه كانت مصر بالنسبه لها هي المنفذ الوحيد في ظل الحصار الاسرائيلي عليها. دلوقتي لما تبقى في تصريحات بتهاجم بشكل صريح مصر من قبل حماس، يعني كان دايما بتبقى في مواقف فعليه على الارض بتغضب الجانب المصري، ولكن التصريحات الرسميه من قبل حماس كانت بالعكس بتقول ان بتعتذر في معظم الاوقات وبتقول ان احنا بنحترم الشؤون الداخليه لدول. دلوقتي موقف حماس حضرتك شايفه ازاي؟ انا ارى ان حماس في موقف لا تحسد عليه. ما جرى في مصر في 30 يونيو يعني تقريبا افشل كل رهانات هذه الحركه. اسمحيني بس نقول حركه حماس مع من كانت تصطف قبل 25 يناير 2011. حماس كانت ضمن محور كان يسمي نفسه محور الممانعة الذي كان يضم إيران وقطر إيران وسوريا وحزب الله. بعد 25 يناير انعطفت حماس إلى المعسكر القطري التركي وباعت الإيرانيين، وبعد سقوط مشروع الإخوان في مصر هي الآن تقف عارية. الإيرانيون خصوصا في الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال الإيرانيون لم ينسوا لها موقفها من الداخل السوري، ولم ينسوا أنها بعتهم لمصلحة الأتراك ومصلحة القطريين، وبالتالي ومصر هم جزء من حركة الإخوان المسلمون شاءوا أو أبوا. وبالتالي هناك حديث كبير جدا عن دعم لوجستي تقدمه هذه الحركة لإرهابيين في سيناء، وذلك لم يكن مرصودا بعد 30 يونيو فقط، ولكنه طيلة الفترة التي تلت 25 من يناير. وبالتالي هي معذرة، وبالتالي هذه حركة محاصرة الآن سياسيا قبل ان تكون محاصره دبلوماسيا على الوضع الداخلي. والحقيقه للاسف ان الشعب يعني الفلسطيني هو اللي بيدفع. لما انا جاي لحضرتك الداخل الفلسطيني، نحن لو ننظر الى المؤشرات الدبلوماسيه الامريكيه، كيري يذهب ويجيء الى ابو مازن وكانهم تذكروا ان هناك رئيس فلسطيني بعد سقوط الاخوان في مصر. انت مش شايف ان هو هل دوت التحرك القطري الحمساوي في ذات التوقيت هو مقابل للمصادفه، ولا هو تحرك محسوب من جانب الجانب القطري او سواء من جانب حركه حماس؟ لا، هو تحرك يتم بتنسيق، لان خالد سببه ايه؟ ما انا جاي لحضرتك. سببه ان الحركه الان لم تعد يعني تقريبا كل حلفائها باعوها. باعها من تخلت عنهم الحركة كما سوريا ومشاكلها اللي موجودة، بالإضافة إلى إيران. الأتراك أيضا أصبحوا لديهم مشاكل. أردوغان يعاني في تركيا كما نعلم جميعا، فلم يعد أمامهم سوى هذه الدولة الصغيرة المسمى قطر. وبالمناسبة خالد مشعل هو الذي يراهن على القطريين. هناك أجنحة أخرى في حركة حماس لا ترضى على هذا النهج. هناك صراع في قيادة حماس مرتبط بمن سيكون رئيس المكتب السياسي. تمام. يمكن نسيت معك استاذ خالد ينضم لينا عبر الهاتف الاستاذ الدكتور ايهاب اللواء ايهاب يوسف الخبير الامني والاستراتيجي. صباح الخير يا دكتور ايهاب. صباح الخير يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وتمنيات لنا كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور يعني هتكلم حضرتك في البدايه عن التامينات وزاره الداخليه فيما يتعلق بالاحتفالات، احتفالات الاخوه الاقباط بعيد الميلاد. يعني بنتحدث عن ضبط سبعه ارهابيين بحظوظهم خرائط لكنائس، مخطط لاقتحام الحدود يوم 25، بنتكلم عن مسلسل عنف ومسلسل فوضى، والداخليه بتسعى لتامين الاحتفال حتى يطلع بسلام. حضرتك شايف ان مدى قدره وزاره الداخليه ان هي تامن اغلب الكنائس اللي موجوده في القطر المصري في هذا الاحتفال؟ طبعا احنا بنهني الاخوه المسيحيين بالعيد الميلاد، نتمنى انها تكون سنه سعيده على مصر كلها ان شاء الله. وكلنا عارفين ان في تحدي كبير قدام قوات الامن في ان هم يقدروا يسيطروا على العمليات الارهابيه المحتمل حدوث، ولكن وزاره الداخليه بتبذل مجهود جبار في محاوله الاستقراء واختراق التنظيمات ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه الضباط والافراد اللي على الارض بيعملوا شغل رائع في المرحله الحاليه، ويمكن من بعد ثوره 30/6 بالذات كمان هم ابتدوا يشتغلوا بصوره تحقق الامن فعلا في الشارع المصري، لان زي ما احنا عارفين 25 يناير كانت ضربه موجعه لجهاز الامن. ولكن هل نقدر بنسبه 100%؟ اعتقد ده تحدي صعب جدا على مستوى العالم، يعني مفيش دوله في العالم تقدر تامن
100%. طيب دكتور إيهاب، نضيف لاحتفالات اليوم احتفالات غدا، يعني غدا هو عيد الإخوة الأقباط، كل عام وهم بخير. النهاردة في يعني الكنائس فيها صلوات، غدا الاحتفال، بعد غدا هتكون محاكمة مرسي، والأسبوع القادم هيكون يومين استفتاء على الدستور. قدرة وزارة الداخلية مش بس على تأمين اليوم، لكن على تأمين هذه الأحداث كلها. إمام، زي ما كنت بقول أستاذ محمد، وزي ما حضرتك عارفة إن تحديات كتيرة في المرحلة دي، وخصوصا الشهر اللي فيه شهر مكثف بالأحداث وما يدعو إليه الناس من 25 يناير. وإحنا شايفين النهاردة في دعوة من الطرفين، يعني في دعوة من طرف يدعو إلى حشد ثورة 25 يناير، وطرف آخر اللي هو بيدعو إلى الاحتفال بثورة 25 يناير والمكاسب اللي حققناها 25 يناير و30/6. ففي تواجد هيكون في الشارع في 25 يناير، في تواجد هيكون للاخوه المسيحيين النهارده في الاعياد بتاعتهم والاحتفال بها، وزاره الداخليه حسب منها، والخطوات اللي جايه، وحكم الرئيس السابق يوم 8 اللي هي دكتور مرسي. التحديات كتير، ما نقدرش ننكر ان التحديات كتير، ولكن اللي بينفعنا النهارده او اللي بيحسسنا بضيق اكبر من الامل هو ان وزاره الداخليه ابتدت تعمل ضربات استباقيه. شفنا ان هي ابتدت تمسك تنظيمات ما عملتش اعمار على الارض لسه، ولكن في مجال التخطيط او مجال التفكير، وبيلاقوا معاهم سلاح، بيلاقوا معاهم مخططات، وده معناه ان في ضربات استباقيه، وده مهم جدا في العمل الامني، لان في النهايه المعلومه اهم شيء. فكون ان جهاز الامن الوطني قدر يستعيد جزء من عافيته، وان هو يقدر يحقق جزء من اللي احنا بنتمنى فيه ان هو يوصل له في الاستباقيه، ده شيء رائع. في نفس الوقت الضباط والافراد اللي موجودين على الارض عندهم رغبه في ان هم يامنوا مصر بصوره جيده، وعندهم احساس بالوطنيه شديد، وشفنا كتير من حالات الاستشهاد منهم، وده بيأكد على العمل الوطني اللي هم بيقوموا بيه. وفي نفس الوقت هم كسبوا خبرة كبيرة في مجال السنتين اللي فاتوا من الاحتكاك المباشر في عمليات فض الشغب والمطارات وفض العصفورات، وفي نفس الوقت العمليات الإخفائية اللي كانوا بيقابلوها. فاحنا يعني كلنا بنكسب خبرات في المرحلة دي. نعم، بيبقى تحدي، ونتمنى ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يعدي الفترة دي على خير. ولكن الهدف النهارده لازم نبقى كلنا عارفين ان 30/6 لما حصلت الشعب المصري كله كان عارف ان في موجود انتخابات محتمله، وكلنا كنا مستعدين ان احنا ننزل ونقاوم الارهاب شباب، وده اللي احنا بنطالب بيه النهارده باذن الله. نفس هذه الروح موجوده لدى المصريين جميعا. جزيل الشكر لك دكتور ايهاب يوسف، الخبير الامني وخبير اداره الازمات. واستاذ خالد، خلينا ننتقل لجريده الاخبار، مصدر قضايا يقول السيسي مدرك بقوائم الناخبين وترشحه للرئاسه، يجوز في اليوم التالي لاستقالته. نفس العنوان نتابعه من جريده الشروق، السيسي حسم امره بخوض معركه الرئاسه بعد لقائه مع المشير، ومصادر تقول طنطاوي شجعه على القرار لانقاذ البلاد من النفق المظلم، ووزير الدفاع يتخلى عن منصبه بعد الاستفتاء. طبعا كلنا متابعين، يعني الفريق السيسي هو النجم الشباك الاول في مصر في هذه اللحظه، يتطلع اليه قطاعات واسعه من المصريين لاعاده الامن والاستقرار الى البلاد. وبالتالي حسم امر الفريق السيسي سريعا واعلانها صراحه لمحبيه وللمواطنين ولمناصري، انا في اعتقادي امر في غايه الاهميه. ازاي ده ممكن يكون شيء فارق في مسار الاستفتاء على الدستور، وايضا في الانتخابات البرلمانيه بعد ذلك؟ هقولها لحضرتك. وحتى في الانتخابات الرئاسيه نفسها، وموقف الكثير من المرشحين اللي كانوا بينتهوا الترشح. خليني في البدايه اؤكد لحضرتك، يعني البوصله في مصر تذهب الى خيار الانتخابات الرئاسيه اولا. وبالتالي اعلان الفريق اول عبد الفتاح السيسي صراحه وامام شعبه بانه سيخوض الانتخابات الرئاسيه المقبله، هذا سيجعل امام المواطن خارطه طريق واضحه المعالم اكثر مما هي واضحه الان. ساذهب الى الاستفتاء على الدستور، ساذهب بعدها يعني باسابيع لانتخاب رئيس للبلاد، ده هيعمل استقرار في الوطن بشكل لا تتصوريه. هتكون انجزتي تلتين خريطه الطريق، يتبقى الانتخابات البرلمان بعدها. تعاطي المصريين مع الاستفتاء مع الدستور ربما يكون دافع ان الفريق السيسي يعلن عن خوضه للانتخابات الرئاسيه. ده واحد من الامور المهمه التي في اعتقادي ان الرجل ينتظرها. يعني خلينا نؤكد على نقطه مهمه جدا. حجم نزول الجماهير الى الاستفتاء على تعديلات دستور 2012
ده هو في ذات الوقت تصويت على إجراءات 30 يونيو كاملة. الرجل عندما يجد أن الملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع تأييدا ل 30 يونيو ولمنحه تفويضا في 26 يونيو ما زالوا مصرين على استكمال المشوار، بل إن أعدادهم من المتوقع أن يكون في زيادة، ذلك سيكون دافع قوي للفريق السيسي. والعكس ممكن كمان يكون صحيح يا أستاذ خالد، يعني إعلان الفريق السيسي الترشح ده ممكن يدفع الكثيرين للذهاب للاستفتاء على الدستور، لأن هم متخيلين إزاي ممكن يكون شكل المستقبل. ولكن الرجل يريد أن ينتظر حتى يتم الاستفتاء، يعني هو عايز يوصل رسالة للعالم إنه خريطة الطريق تمضي سواء أعلنت عن ترشحي أو لم أعلن. وأنا أميل إلى هذا الأمر. نريد الاستفتاء أن يمر بكتلة تصويتية كبيرة، وده متوقع بغض النظر عن النتيجة سواء نعم أو لا. كل المصريين بأعداد كبيرة يشاركوا في هذا الاستحقاق، ده في ذاته اعتراف بشرعية 30 يونيو واطمئنان المواطنين إليه. الاستاذ خالد ابو بكر الكاتب الصحفي بجريده الشروق رئيس قسم الاخبار، شرفتنا يا استاذ خالد. شكرا. مشاهدينا الكرام، دلوقتي ابرز العناوين قبل ما نروح